انطلقت اليوم أعمال مؤتمر استثمر في العراق والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق. نعم، ويبحث المؤتمر خلال جلساته المختلفة في موضوعات عدة، منها بيئة الاستثمار في العراق وبرنامج الإصلاح وسبل إعادة الإعمار، إلى جانب استعراض فرص القطاع الخاص من خلال عرض تجارب استثمارية ناجحة والفرص الرئيسية الاستثمارية في العراق ودور مؤسسة التمويل الدولية بهذا الشأن. خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج مؤتمر استثمر في العراق ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي يعقد في البلاد، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق هو بداية لمرحلة الأمن والتنمية في المنطقة، مضيفا أن المؤتمر تجربة رائدة في إعادة العلاقات العربية من منظور المستقبل. الغانم أوضح أن الشركات أقبلت بتفاؤل وحماس للمشاركة في هذه الفرصة الاقتصادية والسياسية والإنسانية في آن واحد معا، مستذكرا ما تميزت به التجارب السابقة لدولة الكويت من جدية وكفاءة ونجاح في هذا الميدان. هذا المؤتمر إعادة إعمار نابع من رغبة من صاحب السمو، وهذه ليست أول مرة تحصل رغبات وتكلل بالنجاح، وهذه رغبة طبعا بالنسبة للكويت مهمة جدا. هذه التضارب اليوم عندنا احنا حوالي 1850 شركة عالمية من جميع أنحاء العالم، شركات عالمية اشتركت في هذا المؤتمر ممثلة في حوالي 2800 شخصية عالمية بالمؤتمر، يمثلون حوالي 55 دولة بالعالم. وهذه أن تحصل على أرض الكويت والكل يندفع متحمس، طبعا دلالة لثقة العالم بالكويت. بالنسبة لنا كغرفة تجارة وصناعة، احنا كلفنا من قبل صاحب سمو الحكومة الكويتية لأخذ موضوع القطاع الخاص، لأنه يعتبر من أهم المواضيع بالاستثمار. احنا كغرفة تجارة اليوم الكم الكبير من الشركات يعطينا دلالة أهمية موضوع، دلالة أخرى أنه العراق فعلا بعازة من يساعده، خاصة بعض الرسالة ونتمنى له الصورة الدائمة. الغانم شدد على أن مشاركة القطاع الخاص يجب أن تكون الأكبر حجما والأبعد أثرا والأعمق دلالة، لافتا إلى أن برنامج اليوم حافل بتوضيح طبيعة الضمانات غير المسبوقة التي تحظى بها هذه المشاريع، فضلا عن صيغ الدعم الذي يتلقاه المستثمرون فيها. وبيّن الغانم أن البرنامج أيضا غني بالشخصيات المشاركة، فإلى جانب أصحاب الخبرة والاختصاص من القيادات الإدارية والفنية في العراق والمؤسسات التنموية الدولية، سيعتلي منبر المؤتمر دولة رئيس وزراء العراق ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ووزير التخطيط العراقي ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي. من جانبه أوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت إرباح لرباح أن الجلسة الافتتاحية استعرضت أهم ما تم إنجازه من مشاريع البنى التحتية في العراق، مضيفا أن عدد المشاركين تجاوز 2000 شخصية من 50 دولة في العالم. تم استعراض في أبرز ما تم إنجازه من البنى، مشاريع البنى التحتية في العراق والبنية التشريعية كذلك وتحسين بيئة الأعمال. استعرضنا في الجلسة الصباحية أغلب الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والبنك الدولي لتهيئة بيئة الأعمال لقطاع الشركات. لا يفوتني أن أذكر أن عدد المشاركين لحتى هذه اللحظة تجاوز 1950، سجلنا المؤتمر اليوم الحضور تجاوز 2000 شخصية عالمية من 50 دولة في العالم. فطبعا هناك رسالة واضحة للعراق والتزام للجميع بأن هناك رغبة شديدة لتلمس هذا التطوير في البنية التشريعية في العراق. تفاؤل كبير عبر عنه المشاركون في المؤتمر بأن يعود على العراق ودول الجوار بالتنمية والاستقرار.